وعالي وعظيم سلطان. ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. والأول الذي كان ولم يكن معه شيء، والأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك من الأجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء. إنا إلى ربك الرجعى، إنا إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستوي على عرش نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكم وعلم فيه قضاء، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسانه، قوله ساخن. Everybody, if you don't understand Arabic language, you can go to Ustaz Hussam, the translator now. Send the message there. Yeah. قول الرسالات المؤمنات ثلاث الخلق والمعنى تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يخفى عليه من امر العباد شيء، يعلم خائنه الاعين وتخفى الصدور، يعلم السر واخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط مرارا الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أول شافع وهو شفيع، أول من تشفع عن الأرض والخير، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوان في الله وأخوان في الله، يعني أولا سعدنا بلقائكم هذا الأيام، ثانيا نشكر إخواننا على حضور المتابعة، ونشكر إدارة المسيسيين وإدارة مسجد أكرم جمعة وإدارة المساجد جميعا التي أتاحت لنا هذه الفرصة للقاء إخواننا والسعي في تعليمهم شيء مما علمه الله عز وجل. فأشكركم على صبركم علينا وعلى احتمالكم على جهدكم الذي بذلتموه في تحصيل ما من الله به علينا من بضاعة مزداة، لكن هذا جهد مقيم أسأل الله أن يتقبل منا. ثم أما بعد، إن شاء الله أن تتلى هذه الآيات هذه الليلة لتكون آخر درس لنا. أنا أعتقد هذا الفجر إن شاء الله في خاطرة سريعة، لكن إن شاء الله تعالى يعني لأن هذا أكبر درس أنا أعطيه قبل السفر من كلكم. إن شاء الله أن تأتي هذه الآيات التي بها كانت بداية الوحي. فرب العباد لما أنزل وحيا أنزله لرب الناس به، والتربية والتزكية قبل التعليم في السنة، فبدأ بأوامر اقرأ اقرأ قم. لما جاء الأمر له الثاني اقرأ اقرأ، بعد هدة شديدة للرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جبريل وأرسله وأخذ أرسله ثم أسمع كل من أراد أن يقرأ النبي يقول ما أنت قارئ. عاد النبي إلى أمنا خديجة يعترف
وأنزل مليون إلى السلول. فداعبه ربه بهذا الخطاب الرباني الذي به من الوحي ولم يذكر به: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. هذا خطاب مسلم سيد خلق الله رب العباد ولاطفهم: يا أيها المزمل. وهذا الحقيقة يعني إذا كان النبي يتزمل ليلا بعد شدة الأخذ الوحي أول مرة في الرياض، فنحن قد تزملنا وغار تزامننا، ولا يفلت أحد منا من هذا الخطاب. فكم غفلنا عن طاعة ربنا. والنداء يأتي لبيان حقيقة غابت عن الكثير منا. قال: يا أيها المزمل قم الليل يا مغفل. تخيلوا العلم، هذا أول عبادة يبدأها النبي بعد القراءة والقرار، بها بدأ الوحي. والقرآن يرشدنا لهذا أن هذا منهج الله. ما لم يرتبط قلب العبد بربه ويصفو بين يديه، كيف يجد عون الله مدده؟ كيف يعان على أمور كلها؟ الناس فهمت الصلاة مجرد واجب يؤدى وحمل يلقى ونسي الجميع أنها أحد بل من أعظم مصادر تقوم الإنسان والتزكية. وجاء نص بين هذه الحقائق، بل جاءت نصوص: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو نصفه قليلا، أو زد عليها رطبا. ترى إلى أن قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. صحيح، لكن بين حقيقتها، قال: وأقوم قيلا. فمن أقوى ما يقوم العباد قيام الليل، قيام الليل. فهذا وقت الأنس، ولذا كان السلف يقولون: الليل أنس المحبين. الإنسان يعان النهار ثم يجد سلوته وأنسه في خلوته بربه وفي جلوته بين ذره، فيتزود منه. البدن له زاد، تقوم على الدم بدون طعام الجسم لن يقاوم معك ولن يواصل. فأنت في حالة طعام يقين كل يوم حتى بدل يوم وبدل خاطر. فإن كان هذا زاد الأبدان، فهل تعيش الأرواح بلا زاد؟ يستحيل يا أخوان. أعظم زاد يمكن أن تحصله الروح خلوتها في الليل بربها بعيدا عن الناس. ده وقت الزاد الحقيقي الذي يعتمد عليه اليوم كله، بل حياته كلها. ويقول كبير وفد تميم: قدمنا على الأمير المؤمن عمر بن الخطاب ليلا وخلفت مسلم، فلما وصلنا إليه هم القوم أن يطرقوا بابه، فقمت لهم هكذا قلت: وين لا تطرقوا باب أمير المؤمنين هذه الساعة. فلعله نامها ليعان بها على شؤون الرعية طيلة النهار. انطلق المسجد منتظر صلاة الصبح وخروج عمر. قال: فانطلقنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت وإذا بي أسمع في أحد أركان المسجد أنين باكي، فدنوت منه فإذا بي عمر. فانتظرت حتى فرغ من صلاته، لأن صعب يعتبر نفسه ناصح لعمر. قال: فلما سلم سلمت عليه قلت: يا المؤمنين، مهلا بنفسك، مهلا بنفسك، هل لبت هذه الساعة لتعان بها على شؤون الرعية طيلة نهارك؟ هذا معتقد الكثير منه، أننا في حاجة للنوم لنعان بها على شؤون حياتي. قال: فركزني عمر في صدري وأكثر وطرف صدري وأقول: ويحك، أنت سيد قومك
كنت أظنك أفقه من هذا. فعد قوله ليس بفقه، ثم بين الفقه العقيم، قال كنت أظنك أفقه من هذا. يا هذا اعلم أن هذه ساعة الزاد، ساعة التزود الأرواح، إن حرمناها كيف نعان على شؤون رعيضة النار طيلة النار؟ الروح بتاعتها زاد، وهذا وقتها، هذا وقت التزود. لا، المحروم قيام الليل محروم، محروم يقينا من توفيق الله وتسديد الله، والنصوص دعت بهذا وجاءت بهذا. هذا وقت الزاد الذي نتزود به للرعي لعمل رعية طيلة النار. هذا الفقه اللي فهمه الصحابة من هذا النص، لذا بدأ به الوحي. أراد الله أن يعطيه من أول أوامر يعطيها له ولأمته، أن تكون أمة التزود بوحي الله عز وجل وبالأنس بالله عز وجل وبسمو الأرواح بليل كل ليلة. وكيف لا، والرب القريب المجيب وعد بمزيد القرب لأهل هذا الوقت وقوام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل الحق تبارك وتعالى، وفي رواية تجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فينادي هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترحل فأرحمه؟ حتى الناس فلوسه بزنس، قال هل من مسترزق فارزقه؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. تخيل بالله عليك لو اي واحد منا الان دعاه رئيس الوزراء ليلقاه قبل الفجر بساعتين، يجلس معنا في الدرس؟ لو جاءته الدعوة الآن يبقى معنا في الدرس؟ ولينطلق الآن فورا يعد كل الأسباب وكل الإمكانيات وكل الطاقات ليهيئ نفسه لهذا اللقاء، مش كده ليه؟ للقاء رئيس الوزراء، أكيد وراه مصلحة، أكيد وراه منفعة، إن لم تكن وظيفة، إن لم تكن هدية، أقل شيء أن يفاخر الدنيا أنه التقى برئيس الوزراء، ورئيس الوزراء طلب. هذا حالنا مع من سودناه من أهل الدنيا، فكيف بك مسكين إذا أذن لك ملك الملوك والملك الملك وناداك في هذا التوقيت كل ليلة، لا في بواب ولا في حراسة ولا حد هيدفعك من الباب ويردك انت جاي ليه رايح فين جاي منين، مجرد ما تقول يا رب يقول لبيك سعد عبدي وسعديك، سلم تعطى اطلب ملك الملوك مالك الملك كل ليله كل ليله يتجلى. الصحابه لما فهم هذه المعاني جاهدوا انفسهم الا يفوتوا لنا باللقاء الرب، بل وجدوا فيها سلوتهم ولذتهم ومتعتهم وحبهم الحقيقي. هذا عبد الله بن عباس من طفولته ما ترك الليل المقطع، وكان اذا ارخى الليل بسهوله وسب يقول ربي سكن كل حبيب لحبيبي وجدت إليك فأنت وحدك حبيبي. ما قام مكره ولا موفق ولا مجلود محدود على ظهره تعبان كحيان، قام محب عاشق لربي وللغاية سكن كل حبيب حبيبي وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي
وهذا معنى الجبل كان اذا سمع الصاحي وزن الصاحي يديك الوزن ثلث الليل. كان اذا سمع الصاحي ينام العشاء ويطمع الصاحي. كان اذا سمع الصاحي وزن يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولن يبقى لي الا انت وانت الحي القيوم. كيف عاش هذه المعاني؟ بل هذا إمام وقدوة الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المأمور بهذه الآيات تقول عنه مما عاش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد. يكره الكلام بعد العشاء فنام بعد العشاء مباشرة. وكان إذا سمع الصاحي وسلم مش بس لا ده كان في منتهى القوة والنشاط ليلقى ربه كل ليلة كل ليلة. وكيف لا وهو المخاطب بهذه الآية قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا سنحملك بأعظم أمانة في التاريخ دعوة الله للعالمين. هتحملها ازاي بدون هذا الزاد؟ هذا من أعظم أنواع الآداب التي أعد الله بها النبي وأعد به صحابة النبي وأعد به أتباع النبي إلى قيام الساعة. التزاوج هذا الزاد. القوة العجيبة اللي تعطي الإنسان طاقة ليعطي. ولذلك سنشرح يقول فكان يقوم الليل إلى الفجر فإذا أصبح قام من مشرق الشمس إلى مغربها يدعو لدين الله لا يمل. مع الزاد أعطيه التوفيق قد تنهار. لذلك يقول السلف على قدر قيامك بالليل على قدر توفيق الله لك بالنهار. بل النبي يعطي نص يشير لهذا المعنى حين يقول صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد من ليلته عقد الشيطان على قافيته ثلاث مرات يقول عند كل عقدة عليك ليل طويل فرق ترجع إلى النوم الوقت العقد. فإذا استيقظ العبد من نومه فذكر الله تعالى حل العقدة. ليه؟ الشيطان حسين عايز تقوم جاي لك في العقدة رحت إيه؟ الدنيا بات الدنيا بات الدفء هتاخد برد أي سبب حتى مع القيام. إن ملأ السبب يا الفجر لسه باقي ربع ساعة عشان نقوم النافة الفجر كل سنة طيبين. كم مرة حصل معاكم هذا الكلام؟ يحبط يصور لك إن يا باقي خمس دقائق خمس دقائق من المشروع عشان ملعبك حتى لا تقوم كارثة. قال النبي فإذا توضأ فإذا ذكر الله تعالى قبل الوقت والإنسان عود نفسه إذا تقلب حتى بالليل يذكر الله عز وجل. الذكر حل لأول الوقت فإذا ذكر الله تعالى قبل الوقت. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه مسح بيديه على وجهه وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للأنفال إلى آخر سورة آل عمران عشر آيات يرتلها عند خير الله عليها. وهذه سنة رسول فكان يقرأ الذكر. ولذلك قال الحديث فإذا ذكر الله تعالى حل العقدة فإذا توضأ حلت الثانية. طبعا الشيطان يسيب يتوضأ رايح الحمام يقول له فين؟ ده يقول طب البنت هتتعرق غطيها طيب بس عشان اقرب منها بس ولا ابص لها بصه ولا افكر فيها لحظه عشان يشغلها على الحمام. ان افلت ودخل الحمام يجي له في الحمام يجيب له كل ما كان ينسى. عايز يسرع في الحمام ياخد ربع ساعه ولا ساعه يضيع عليه قيام الليل. بيحصل ما حصلش. قال فاذا توضا حلت الثانيه. توضا يجي له الله طب ما يعني طب ايه رايك في فلان كان كلمك طب بص في التليفون طب شوف الواتس اي حاجه تشغله حتى لا تحل العقده الثالثه.
قال فإذا صلت حلة العقد السادس وظل، وهذه الثمرة، قال وظل طيلة نهاره طيب النفس فرحان. يبقى عمل النهار كله ترتب على لحظة القيام منه. عمل النهار كله إذا ذكر الله تعالى حلة العقد، فإذا توضأ حلة الثانية، فإذا صلى حلة الثالثة، وظل طيلة نهاره طيب النفس فرحان. إن لم يفعل بان الشيطان في أذن، وظل طيلة نهاره خبيث النفس كسلان. يبقى تصرفه عند القيام بالليل ترتب عليه عمل يكون بالخير أو بالشر. وصلت؟ فمبارك من قال مش بس توضأ وصلى، لا لا، قال ليكم كم يكون زاد؟ كم يكون أنسه؟ كم يكون عطاء الله له؟ مجرد أن واصل القيام لغاية صلاة الصبح بس، النبي يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، في معية الله ونصرة الله وعادة الله وتوفيق الله حتى يمسي. يا إخواني نستهين بهذا الأمر، لكن سعادتنا فيه وتوفيق الله لنا فيه وسمو أخلاقنا من خلاله وتزكية نفوسنا به، والناس في غفلة عن هذا كله. إذا قضية مش تقيم الليل وركعات من الركعات بنصليها زي ما سمعت كثير من الناس تقيم صلاة القيام أي كلام، هنوضح. ولذلك السلف ربوا أولادهم الصغار على القيام. وكيف لا، القرآن يعطينا إشارة لهذا بل يدعونا لهذا. يذكر الله تعالى لنا وصية لقمان الحكيم واجعلها دين. ليه؟ ابنه كم عمره؟ 6-7 سنوات. فبعد ان اوصاه بتوحيد الله وترك الشرك ومراقبه الله، جاءت الوصيه مش بالصلاه، بعزائم الدين كلها. قال له يا بني ما يصلي؟ قال له اقم الصلاه. مش اي صلاه، اقم. احنا كثير منا يبقى فرحان موت ان ابنه جه المسجد وصلى والولاد عمال يتلفت ويلعب وممكن يشغل المصريين كلهم وفي منتهى الفرح يتجمعوا على المسجد. لا، ده من اول لحظات ياتي في المسجد 6-7 ويربى على اداء الصلاه على اكمل وجه. اقم الصلاه، مش صلى، لا، ده نربيه على الخشوع وعلى الخشيه وعلى المراقبه وعلى متابعه الايات وعلى الانصات وعلى التدبر. اقم الصلاه إقامة على وجهها. وإن كان هذا الأمر في الفرائض فالسلف لما اكتفوا بالفرائض بل عوضوها النوافل. وأنا يعني أكتفي ببعض الحديث عشان لا أطيل عليك كثيرا. أطفال الصحابة، أطفال على هذا النحو رب، حتى من سيد الخلق نفسه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس، نكتب هذا في بس هتسبع عمر بن عباس الله بن عباس. يقول عبد الله بن عباس وهو في 7 من عمره، بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة من خالة ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخت أمه أم الفضل. بات حبا في ميمونة عند خالتي؟ أبدا، ده تحية ليلتها من رسول الله ليرى قيام النبي. طفل بيدور عليه كيف يقوم قيام رسول الله، شيء عجيب. قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة وكانت ليلتها من رسول الله. طيب عينان فين؟ ده بيت النبي حجرة صغيرة 4×4 مسقوفة و2×4 مفتوحة، 4 متر × 4 متر، وكل الفراش يعني حصير وشادة من الحشاشين. عينان فين؟ قال فاستعرضت الوساد لكي ينام النبي مع أهلي وأراد. سيدنا عبد الناس جاء خلف رؤوسي خلف الوساد ونام.
وجعل ظهره له حتى لا يرى منهم شيء اثنين. أدب حتى الأطفال. قال فالسعادة وصل. لكن له هدف عايز يوصل لشكل قيام النبي وهيئة. قال فلما انسل النبي القيام قمت بدري. إذا ما كانش نايم لكن متوقف منتظر لحظة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق النبي الخلاء فتوضأت وجهزت لرسول الله وضوءا. جهز الماء دور النبي. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوء الرسول. الرسول قرأ فطنة ابن عباس قرأها. وتفكيره فين؟ ورايح فين؟ وهمه من كل هذا ايه؟ فدعا دعوة عمري في هذه اللحظة دعا له ونال هذا الشرف العظيم في هذه اللحظة. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار بها حبر الأمة وترجمان القرآن من صفة عمان بدعوة لها في هذا الوقت وقت الاستجابة. قال فصببت الرسول حتى فرغ فقام يصلي فقمت خلفه ووقفت عن شماله فأدار النبي من رضاه وأخذني من شحمة أذني وجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه فتقهقرت رجعت لخلفه. الرسول يتلف بين محافظاته وجمع عن يمينه وجعله بحذائه يبقى رجلا برجل. فابن عباس تأخر ناطح. قال فاستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بفتحة الكتاب ثم استفتح في سورة البقرة. بدأ يقرأ فيه في سورة البقرة. قال ابن عباس فقلت في نفسي علّه يركع عند المئة آية. يبقى أقل تقدير قدره ابن عباس للركعة في قبل سورة كام آية؟ 100 آية. أطفال يا إخوانا ربوا على الغالي ربوا على الوحي. قال قلت أركع عند المئة آية. قال فاستمر. قال فقلت في نفسي يركع عند المئة آية يجيب له كمان 100. ها خلي بالك بيقدر ب 100 مش أولادنا القالب رح يحصل له قيام خلف الشيخ ولو قالوا الشيخ بس هيزود آيتين تلاقي الولد بقى يقعد. الشيخ ده طول مش هيجي له تاني. ها؟ لغايه ما وصلنا لمراحل تشيب. كلام الليل في شهر في شهر رمضان يبقى الوقت الاولاد واقفين خلف الامام وفي منتهى القلق والارق. بل ابائهم كذلك. الله يرحمه الشيخ الشيخ يحكي دور في ايام من الايام واحد مصلي خلفه. فالراجل عمال يقرا ايه في كل ركعه وفي كلام الليل في رمضان. فقرا ايه بس فيها من المدهامتان الله اكبر. فمصلي وراه قال له طولت يا عم الشيخ. قال لي يا ابني دي ايه وكلمه واحده. قال لي يعني كان لازم مدهامتان ده فكان مدهام واحد تاني في سيدي. مدهام واحد تاني في سيدي. ها؟ الله يرحمه. بل يحكي الشيخ الله يرحمه كل احد لما بيقول واحد منا خاف الشيخ طويل فبدا بقرا ايه جنب الصلاه. قال الذين قالوا الله اكبر طلع راح بعد قال ان نصارى قال له كفرت كفرتين معك يا عم الشيخ. بل احنا بنقرا مع الخليفه احد خلفاء العباسيين مسك امام قال له يعني لا تطيل في القراءه ويكفي ايه واحده يكفي وطلب منه وكان امام في مسجده. فرجل تعمل أول كثير في قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل فنفرك على الدين ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعذاب. اقرأ ما شئت وطول ما شئت ودع حتى المئتين. مش عايز ربنا آتهم ضعفين دعوة استجابة. يا حول الله. طفل
وتقديره بالمئة. قد فاستمر عدى 200 أيام. قد فقلت في نفسي يركع لمئتها يختم سورة البقرة 286 آية جزئين ونصف يا اخوانا. قد فبدأ في اللسان. خلي بالك كل ده فعله رسول الله وهو يعلم ده بابا سراء خلفه وطفل 7 سنوات طفل. لكن ما كان رسول الله ان يدع قيامه لله لاحد. وفي نفس الوقت اراد ان يرد ابن عباس لانه قرا منه انه جاء ليرى قيام النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم. فرسول الله لا يشرك بربه احدا وفي نفس الوقت يعلم ابناء المسلمين وابن عباس واحد منهم. قال فبدا في النساء. شفت النساء. قال ابن عباس فقلت في نفسي يركع عند الوهد اي يجيب كمان 100 النساء. قال فاستمر فقلت اركع عند الوهد يعني. فبدا في ال عمران. والحديث قدم سال ال عمران. من اخذ من حكم شرع. التنجيز. قال فقلت في نفسي اركع عند الوهد يجيب كمان 100 من العمران. قال فاستمر قلت اركع عند الوهد فركع. يبقى قرأ كم جزء؟ سدس القرآن في ركعة. 5 أجزاء في ركعة. قال ما مر بآية التسبيح، ما مر بآية التسبيح إلا سبح. ولا آية دعاء إلا دعاء. ولا آية استعاذة إلا استعاذة. ثم ركع مثل هذا. ثم رفع مثل هذا. ثم سجد مثل هذا. ثم جلس مثل هذا ثم سجد مثل هذا حتى أني هممت بأمر سوء. قال وما هممت ابن عباس؟ قال هممت أن أقعد وأدعى. قلت أقعد وأشوف أصلي. لكن ما فعل. تخيل قيام النبي 5 أجزاء في ركعة. ها؟ بل يحكي لنا حصل معايا مجموعة شباب أنا عايز أصلي بين خيام أبو الشيخ وتطول براحتك. قلت له خلاص أنت في البقرة. واحد منهم فاكر بهزر. فأول ما قلت ألف لام مين راح قاعد. نسأل الله العافية. إخوانا أنا بحكي هذا حتى ندرك كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ربى أطفال مسلمين. هذا طفل 7 سنوات يربى على إقامة الصلاة تربية حتى وصل الأمر إلى مراحل حيرت العقول. أطفال كلهم وكبار كلهم هذا كذلك. قيام الليل أصبح عادة عند الجميع. الصغير كبير والكل يتنافس. والنبي أمر بالتنافس فيقول أيما امرأة أيما رجل قام من الليل وأيقظ أهله زوجته وأولاده فإن أبوا نضحهم بالماء فصلوا معه إلا كتبهم الله تعالى في الذاكرين الله تعالى كثيرا وذكرا. وأيما امرأة قامت من ليلها فأيقظت زوجها وأهلها فإن أبوا نضحتهم بالماء إلا كتبهم الله تعالى من الذاكرين الله تعالى كثيرا. إذا مطلوب من رجل مطلوب من المرأة مطلوب من الأولاد الكل يتعاون على هذه العبادة التي ضاعت بيننا. التكاتف على هذا والطاعة على هذا والإعانة على هذا. الحديث الثاني اللي أذكره حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو كان شاب فريعان شباب كان عمره في هذا التوقيت 12 سنة يعني إيه؟ عندنا طالب في الصف السادس ابتدائي. ها؟ الصف السادس مش كده ولا ايه؟ عندنا كتكوت وعنده رجل. فكان الرجل يعد رجل اذا بلغ. وشريعه الله تعتبر الرجل وياتيه التكليف الذي ياتي لكل الرجال. والفتاه كذلك اذا حاضت اصبحت انثى. مكلفة بما كلف به كل الناس. يبقى التكليف في الشرع يبدأ من متى؟ من سن البلوغ.
البلوغ متى يبدا؟ ما تنظرش للاجواء البارده بتاعتهم دي. فمع الناس نسك مشانه تلاقي الولد يبلغ في 15 16 والبنت 15 16، لا، جزيره العرب مع حراره البلوغ مبكر. لذا قال السلف بنت المحيض عند النساء 9 سنوات وبنت البلوغ عند الرجال 10 سنوات. فالمرأة تصبح امرأة وعمرها 9 سنوات، ورجل يصبح رجل مكلف وعمره 10 سنوات. احنا عندنا طفل لسه بيلعب، وصل. ولذلك كثير من الصحابة كان هذا سن زواجهم، اللي يبلغ واللي تحين يتجوز ياخذ حقه الجنسي مش بالحرام من اول يوم بالحلال. هذا تشريع رب الارض والسماوات، مش نمنعه من الزواج الحلال لغايه ما يوصل 18 ونحل له الحرام عشان يبقى حقه الجنسي. ابدا، حقه الجنسي من اول ما يصبح قادر على الاعطاء فيه تفتح له ابواب الحلال لياخذ بيده. الصحابه كان كذلك. عمرو بن العاص نفسه لما تزوج كان عمره كام؟ عمرو بن العاص نفسه تزوج عمره 12 عام وزوجته 10 اعوام. انجب عبد الله بن عمرو بعد عام، فاصبح الفرق بين عبد الله بن عمرو وبين ابيه 13 عام، وبينه وبين امه 11 عام. ابنه واخوه قريب من سن، وصل معه. ولذلك كان الرجال اللي اتجوز 12 ده هيخلي في عمره كام؟ انس بن مالك اخواننا انجب في عمره 135 بار، 35 سقط، وعاش له 100 مولود من صلبه. مش انس لوحده، ده انس واحد من 4 من الصحابه كلهم منهم مرسل بمال. انس بن مالك وابو بكر وابن بكر والمغيرة بن شعبة، كل واحد من دول رزق ب100 مولود من صلب غير احفاده. حاجه كده تفتح نفسه. خالد بن الوليد حضر له غزوه اليرموك وحدها 40 مقاتل من صلب، دول مجموعه من اولاده حضروا مع المعركه 40 واحد. كتيبة خالد بن الوليد، كتيبة بغداد. وصلت؟ ها؟ أنا أعلم بعض السلف يقول كان أبو بكر في الإنجاب من المغلين، قعدت أبحث من المغلين دي فوجئت إن عنده 19 مولود. واعتبرهم مغلين، يبقى إحنا من إيه؟ الله يفتح عليك. أبو بلبوس ده بإيه؟ الناس أمرها، بل يقوم بالجوز عشان إخواننا كبروا السن اللي واهمين نفسهم وكبروا وعجزوا بدري، ها؟ يقول كان ابن الاشجعي من الصحابه الفارق بين اكبر ابنائه واصغر ابنائه 83 عام، يعني الرجال عدى 100 ولسه شغال بينتج بيطلع رجال. الله اكبر كبير، الله اكبر. واضح؟ دول الصحابه. عمرو بن العاص ما السن اللي تزوج فيه اراد ان يزوج فيه ابنه، فهو الذي خطب له وعقد. واللي يحكي الحديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح مسلم. فيقول عبد الله بن عمرو العاص: انكحني ابي بنسيبه من قريش. انكحه سن كام؟ نفس سن ابوك تزوج فيه 12 12 عام. وعروسه كانت كسن امي 10 سنوات. فيقول: انكحني ابي بنسيبه من قريش. فقمت بها ليلة العرس، ليلة الفرح. السنة من الرجل عشان يعود المرأة أنه القائد وأنه الإمام، السنة أن يصلي بها القيام كامل، يعني 11 ركعة. السنة يصلي كام؟ الصحابة كانوا يصلوا 11. لما الأجل تعبت نزل 6، لما تعبوا نزل 4، لما هكاوا نعم. هو من داخل لا نية له إلا في السنتين، ما يفكرش فيها. وسنتين عايز اكون معوزتين عشان يخلص. مش كده ليه؟ عبد الله بن عمرو يقول: فقمت بها ليله تعرسي. فوالله
ما إن استفتحت في كتاب ربي إلا ولم أشرب نفسي. وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر كذب يؤذن. ليلة الدخلة ليلة العمر وطفل 12 سنة. ليلة العمر اللي بنتظرها عيشاء. وده لسه مكتب العمر. بدات الشهر وحدتها. يسرح ويعيش مع القرآن لم يشعر بنفسه ولا أنه عوز ولا هلاية الدخلة حتى ختم القرآن بالكامل في الركعتين يختم سورة الناس والفجر كذب بس. العجيب ليس التعود. طب متى تعود هذا؟ يستحيل يا إخواني بدأه ليلة الدخلة عشان يصل لمرحلة أن يختم القرآن في ليلة. ده عايز تمرين فترة طويلة. وده يدلك على بدأ من امتى؟ من صغري 5-6 سنوات اعتاد قيام الليل حتى وصل لمرحلة صار يقوم الليلة كلها بالقرآن يقول في ركعتين. العجب ليس في من عمرو بن العاص. العجب في عروسي 10 سنوات يعني بالنسبة لنا طالبة في رابعة ابتدائي كتكوت. ها؟ الآن يسموها كتكوت. عيل عيل رابعة ابتدائي. رابعة ابتدائي أخت أخت متاكلة وماشية بتاعها جنبها لابسة 18 سنة ولابسة فستان أعزك الله قص بس وحاجات محزنة جدا. فواحد بيقول لها اتقي الله دي بنتك عروس قال لها تلبس مين؟ دي كتكوت يا ابني دي 18 سنة كتكوت. قلت له أصل ابني قالوا له إحنا عايشين في عالم الفراخ عايشين في عظيم بربي كتاكيت. 18 سنة يا إخوانا كانت أم عند الصحابة. السيدة عائشة تزوجها النبي عمرها كام؟ 9 سنوات. كانت حاضر وكانت امرأة كاملة البلوغ. ظلت مع النبي 9 سنوات مات عنها رسول الله وعمره 13 عام. كانت أم. يقول ابن عباس لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم عائشة تعقد درسها في المسجد يوم في التفسير عن القرآن يوم في الحديث يوم في الفقه يوم في الشعر ولغة العرب يوم في المغازي والسير. يأتيها علماء المسلمين من كل وقت يسمعون العلم منها ويقومون عن بحر واسع المعلومات اللي حصلوها قطرة في بحر علمها. أم 18 عام أم من اللي حفظناها دي طفل صغير 10 سنوات في نظري قامت خلفه. طب هو بقى مشغول بالآن. طب هي بتسمع. عاشت كما عاش لا تململت ولا تألمت ولا صفقت. تذكروا بس ان هي عروسه وانت الفرح تصفق تعمل اي حاجه تقول اي حاجه. طبعا لما العيال دي كانت تسب ابوه اللي خلفوه ده ما كانش بس صار تقول له ايه دي زوجه طين دي ليله باب اي حاجه ليلة الدخلة والطفلة تقوم خلفة الليل كله القرآن كله لا تمل. ده يدلك على ان ايه؟ اعتادت هذا والفت على مدى سنين. متى اعتادت؟ 13 سنوات. في ظرف 3 سنوات اقامت هذا النص يا بني اقم الصلاة اقامت الصلاة. فعاشت مع وحي ربها كما يعيش الكبار حتى ألفت هذا الأمر. الشاهد يا إخواني يقول عبد الله بن عمرو فلما أصبحت صلينا الصبح خلاص ثم خلصوا القيامة الصبح ما حصلش بلال أبوه عمرو أدهى بلاد العرب وكان عارف أولاده الواحد وكان متوقع أن ممكن يحصل حتى زيد بن عبد الله بن عمرو. فجاءه بعد صلاة مباشرة مسلم قال فلما أصبحنا جاءنا فسلم ثم وجه حديثه لعروسه قال ما شأن عبد الله يا أخبر عبد الله بن تخيل لو أي طفل كانت تعمل إيه؟
هتعيط في قلب الدنيا يا بابا. ايه اللي انت جايبه لي ده؟ ايه اللي انت بنيت بيه ده؟ انت جوزتني؟ اتطلعتني؟ ابدا. البنت اجابت اجابه المحنكه العاقله الرزينه، فبدات بمدح فعلي لا ذنب. ما شاء الله عبد الله، قالت نعم العبد لربي. طفل 10 سنوات متى تعلمت هذا الامر؟ شيء حقيقي يا اخوان. نعم العبد لربي. فقدمت هذه المقدمه وانها راضيه عن كل ما فعل عبد الله عمر، وكيف لا تتمنى ان يكون زوجها احد عبد الله عمر بعض. واحد عاجز الوقت تتمناها اي امراه صالحه. وده يدلك على صلاح البنت وقمه ايمانها ويقينها بالله ولغايه. فمدحت فعلا، قالت نعم العبد لربي. لكنها تعلم ان عمرو لا يسالها عن هذا. يسالها عن حاله معها، حصل عشر ما حصلش. والادب يقتضي ان تجيب. لكن اخرت الاجابه بعد هذا الوقت. وأجابت على استحياء، قالت هو نعم العبد لربي لكنه لم يفتش لنا كنفه، يعني ما رفع نقابه، لم تشكو، لكن ردت أوجز إجابة دون تجريح، لم يفتش لنا كنفه، ما رفع نقابه، يبقى ما اعتاد. طبعا عمرو بن العاص فهم الإجابة كل اللي حصل. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني ابي فغلظ لي القول وعضني بلساني. حديث مسلم يقول ايه؟ عضني بلساني. في عض بلسان؟ العض بالاسنان اللي فهمش بلسان. عضني بلساني يعني قال لي كلام موجع اشد من عض. فغلظ لي القول وعضني بلساني وقال أنكحتك نسيبة قريش فأبيت إلا أن تعطلها ليلة تعرسها والله لأشكرنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى؟ أنا ذكرت هذين الشيئين عشان بس نذكر أو نتصور كيف ربي الصحابة على قوله قم الليل إلا قليلا. يا بني أقم الصلاة. الإقامة مش أخليه يصلي، لا، اعلمه ازاي يخشع، ازاي يتدبر، ازاي يعيش مع الايات ليكون رجل في سن الطفوله، ليكون امه في لبانه عظامه واظافره واسنانه، رجل. ولذلك كانوا رجال صغارهم رجال، الطفل امه وهو طفل كان يواجه اعتى القتال بلا تردد. اللي جن الحجاج بن يوسف لما افترى وطار كان طفل من 5 سنين، وكان سنه كام؟ 7 سنوات. 7 سنوات جن الحجاج، كان يمشي وداخل على قصر الحجاج فمنع الحراس، قال اتمنعوني من ارض الله التي ذللها بني؟ ألم يقل تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مأكبها وكلوا مسكا ولا تمشوا فيها. قالوا هذا قصر الحجاج وإن دنوت من قتلك. قال ويمنعنا الحجاج من تنفيذ قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قالوا نبغض الحجاج. قال ألو أبلغ الحجاج. قال أتولي أدو طفل المرض الحجاج أدو. فالحجاج أراد أن يهد، قال يا فلان أحفظت القرآن؟ فلا بصله فوق الضحك، بعد يضحك فجأة الضحك. قال ما يضحكها أبدا، والسؤال فيها حاجة تضحك ما يضحكه. قال أضحك بقولك هذا يا حجاج، أو أنا الذي أحفظ القرآن؟ لا يحفظ القرآن إلا منزلا. أما سمعت قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجاج ارتبك.
فيقول له ايه؟ قال له اعلمت تاويلا؟ طب قرات تفسيره؟ اعلمت تاويلا؟ فضحك مره ثانيه، قال ما يضحكك قرات الاخرى ابدا، قال وانا الذي اعلم تاويلا؟ لا يعلم تاويل الحجاج الا الله، قال تعالى وما اعلم تاويله. فالحجاج انخرس، فقال الغلام اما تستحي من نفسك تخيف الناس بكلماتك وترعبهم بافعالك حتى قالوا في حقك ان الطير في جو السماء تلتقي شرك، ولا تستطيع ان تعبر عما في نفسك بكلمه؟ الحمد لله الذي علم ما بنفسك. قال وما بنفسي؟ قال بنفسك ان تقول اوعيت القران؟ قال اوعيت القران؟ قال الحمد لله الذي اوعاني. قال اسمعني من وعيت سوره او ايه؟ فقال الغلام لم يسب ولم يستعذ، قال اذا جاء نصر الله الفتح ورايت الناس يخرجون من دين الله افواجا. فقال الحجاج ادخلون، قال يخرجون، قال ادخلون، قال يخرجون، قال بنا كتابنا نحتكم، قال مهلا، لما كتاب الله؟ كتاب الله منزل على السنه. فكان الناس في عصره يدخلون في دين الله افواجا، اما في عصر كان فيخرجون من دين الله افواجا. الأطفال يا إخواني جابوا الكلام من فيه؟ رب عليه صغار، حتى فترة بجلس البعيدة زمان أبو نواس الشاعر يعني كان بلغ مدى في النجوم، بل بلغ من شدة إحكامه للشعر أنه رأى أنه وحيد عصر الفن الدهلي، فنظر بالتحقيق قال إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. وإن كنت زمان متأخر عن الشعراء القدامى لكن أنا هاتي بأشعار ما سبقني لا أحد. إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. فسلط عليه الطفل أطفال مسلمين عمره 7 سنوات. قال أبا نواس أنت الذي قلت هذا البيت؟ قال نعم، وأي عجب؟ ده أشعار فعلا فريدة من نوعها. قال أبا نواس أتانا الأوائل ب28 حرف من الكتاب، منها نظمت شعرك، هل لك أن تأتينا بحرف واحد؟ يقول أبو نواس لا يا أبو نواس في راسك، أبو العلاء معاك. يقول فسكت أبو العلاء سكوتا لم أعهد عليه مثله. أول مرة أشوف هذا أخرس أمام كل أمام طفل. العلاء من معه. الندرك هذا المعنى. طفل يعد الشعراء يعد البلغاء لأنهم ربوا على هذا. يا بني أقم الصلاة بس النداء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا تكتفي بصلاح نفسك بل أصلح الخلق من حولك. فيعلمه القيادة مع من البداية، كيف أكون قائد؟ كيف أعمل الله؟ كيف أخذ رأس عباد الله إلى الله؟ كيف أنهى من عصى عن معصيتي؟ كيف يقوى الخلق من حولي؟ تربية في الطفولة، في الطفولة وتبعاتها احتلها، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على المصائب، إن ذلك من عزم تربية. والقرآن جعلها دين، ونص القرآن مثل إله الدين. جاء الوحي ليقوموا الصحابة من أول لحظة على قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فإن قوم الأطفال على هذا الحال فكيف بالرجال؟ كانوا بيستهموا على هذا. يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة على الصاحي. اديك الأذن سلسل للأول يعني الساعة 10 و 11. فقال قلت لن أسبق الليلة على الحجر. لصحابه كانوا يستنوا من في روح قيام الليل اولا فيدرك مكان داخل الحجر، الحجر جزء من الكعبه وياخذ هذا المحمود من اللي يوصل الاول ويحصل له مكان في الحجر، فكان يستنوا على الحجر. فقد كنت لم اسبق الليل الحجر فتوضات وانطلقت المسجد فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني فقلت بجواب. فاستفتح عثمان في الفاتحة وبدأ في سورة البقرة فوالله وقف بجواري خاشعا خاشيا يشدو بآيات القرآن حتى ختم القرآن كله في ركعة واحدة
والفجر كذب يؤذي. لما عاش الآيات ما ركع ركعة بالقرآن كله 30 جزء 30 جزء ركعة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا منه أشفق على الصحابة فنهاهم نهاهم عن إيه؟ عن أن يختموا دون 3 نهاهم أن يختموا فأقل من 3 أيام. يبقى مطلوب كام؟ 10 أجزاء في الليل. فكان هذا هو الغالب عليهم بعد النهي والتحريم. فاللي يختم القرآن كل 3 ليالي من يجاريه؟ من يجاريه؟ ندرك هذا المعنى. ولذلك الآية الأولى جاءت بالأمر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. آخر آية جاءت بوصف فعلهم الذي وقع التنفيذ العملي للآية إيه؟ قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه تحصوا الليل كله فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى أصحاب أعذار وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله شغالين وآخرون يقاتلون في سبيل الله ومع كل هذه الأعذار قال فقرأوا ما تيسر منه يعني لا تتركوا القيام مع كل الأعذار مع كل الأعذار ذكر أشد الأعذار التي تحتاج إليها المرض الحراسة الجهاد في سبيل الله السعي على الكسب كل هذه الأعذار لا تعطينا الحق في ترك القيام علم أن سيكون مرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ماشي سنة يعني مش معنى إن أنا عندي عذر يبقى أفبرك الصلاة أسرق والنبي يقول أسوأ السرقة سرقة العبد لصلاته ينقص من ركوعها وسجودها وقراءتها ينقص يقولها يقولها زمناها دلوقتي ولو رأى النبي صلاته لطلبنا جميعا من إعادة حاول يكرر أوضح أكثر خلينا نتعلم مسكين ختام يا رب احنا أطلنا لسه قدامنا قد ايه؟ الله يفتح عليك الله يفتح عليك 14 دقيقة طيب اختصر فيها اختصار شديد كان نفسي اشرح الصورة كلها لكن احنا هناخد اول لها واحد بس النبي عن الاصحاب عن الصلاة كيف كانت صلاته؟ في النافلة ذكرنا جانب طب والفريضة؟ كيف أقام الصلاة؟ صلاة الفرض ليست كصلاة كتاب ده في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة وكان أحد صحابة الإسلام جاء فصلى والنبي جالس صلاة كصلاة الآن ثم جاء الرسول فجلس بين يديه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصل قم فصلى نفس الصلاة وجاء في الجلس قال قم فصلي فإنك لم تصل الثالثة قال قم فصلي فإنك لم تصل فقال رسول الله بأبي أنت أمي لا أحسن غيره علمني أنت علمت فعلمه قواعد الصلاة فقام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم توضأ صلى الله وأسلم الوضوء ثم استفتح وأكمل له استفتح ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك القرآن ثم اركع فاطمئن راكعا إذا ما ينفعش الركوع في الطمأنينة ثم ارفع فاطمئن قائما إذا ما ينفعش كم بدون طمأنينة ثم اسجد فاطمئن جالسا سجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم اسجد فاطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
جاء شرط رئيس في كل الصلاة الطمأنينة. هل تأتى الطمأنينة مع الصلاة؟ طيب واحد يقول لي أبا بس في حتى مع الصلاة من قام منكم نسب الخوف من شرط؟ هذا صحيح؟ لكن خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم نسب التخفيف وأعلم نسب الطمأنينة. إيه القدر اللي يجمع بين الطمأنينة وتسمى التمام وبين التخفيف؟ كل إمام يحدد هواء ولا هواء مصلين؟ لا هواء ولا هواء مصلين بفعل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بخلاء زيد الله مصلين خلاص يبقى لي أخذ الدرس عايز أرتدي بها بس الدخل عشان أحسه بصحيح صلى الله عليه وسلم ها زيد الله مصلين صلى الله عليه وسلم. ندرك النبي نص قد صلوا كما رأيتهم يصلي. طب نختار صلاته قد إيه؟ يقول أنس بن مالك وأنس خادم رسول الله وأرسخ الناس به يقول ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم من صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع من صفتين الإجاز مع التمام. الإخلال بالإجاز إخلال والإخلال بالتمام برضو إخلال. ما صليت صلاة قط حديث حمص ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم من صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيوجز بخافة أن تفتنه. يبقى جعل الإجاز بالضرورة بس عن تغيير الإجاز عن هذا القدر في الضرورة قصر غير هذا الأصل في صلاتي الإجاز مع التمام. أنس نفسه عاش حتى أدرك عمر بن العزيز وصلى خلفه فلما صلى خلف عمر قال ما صليت صلاة قط أشبه بصلاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتي خلف هذا الفتى. يقول الرأي فحزبنا على عمر عدنا عليه في ركوعه ورفعه من ركوعه وسجوده وجلوسه قدر 10 تسبيحات. يبقى مقدار الركوع كام؟ 10 تسبيحات. والرفع من ركوع 10 تسبيحات. والسجدة 10 تسبيحات. والجلسة 10 تسبيحات. طبعا هيجي يستشكل على بعض الناس كانوا بعض الفقهاء بينما تصح بالصلاة. وطبعا ده كلام الفقهاء سئلوا انا ادركت بالركوع مجرد الانحناء يصح الركوع ولا يصح؟ هل يصح؟ نفرق بين ما يصح بالصلاة حد الضرورة وبين ما يجب ان تكون على الصلاة. اللي يجب ان تكون على الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصح بالصلاة حد الضرورة لو ادركت هذا الجزء من الركعة او من الركوع أدركت روحنا ومدركه يبقى هو ده كده فقهاء. ما قال أحد الفقهاء أن كل ما ندرك به الصلاة يبقى هو الصلاة وإلا لو أخذنا هذه الرخصة لم تكون صلاة. الوقوف يكفي الفاتحة والركوع يكفي الانحناء والرفع يكفي ارتفاع عودك ثم السجود يكفي وصول جبهتك الأرض. لو واحد صلى هذه الصلاة وصلى ده أسوأ مليون مرة من نسي صلاته. وصل المعنى؟ يبقى نفرق بين كلام الفقهاء فيما تصح بالصلاة وفيما يلزم بالصلاة. ما يلزم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والباحث عارف هذا الكلام بسيط جدا. ليه؟ لأن الفقهاء قالوا يعني أقل الكمال 3 تسبيحات. ده أقل الكمال. طب وأكمل الكمال كام؟ قالوا 10. لا أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول 3 بس. لكن ما كان يكتفي بالثلاثة. كان يدعو مع كل ركن. فركوع يقول 3 تسبيحات ويقول معها الله حديث ثابت صحيح. اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. حط الدعاء ده مع 3 تسبيحات يعطيك على قدر 10 تسبيحات. كان اذا رفع من الركوع طبعا كلنا سمعوا من حمد ربنا لك الحمد ممكن تسلمين ها
لا ثبت أن النبي كان يقول دعاء طويل، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقى من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدعاء ده ياخذ 10 صفحات ولا سجد يسبح ثلاثة ويدعو يدعو، اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم، أنت سجد وجهه الذي خلقه وصبر وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخلقين، وغيره من الآيات في السجود كثير جدا، بل أمر النبي بالأكثر منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ما قالش ادعوا، قال أكثروا. اللي ادناش فرصة إلا يقول ثلاث تسبيحات، متى يدعو؟ إذا كان مش هيحصل يدعو، متى يكثر؟ كل سنة وأنتم طيبين. إحنا في البطالة، في الضياع. أكثروا من الدعاء. وسيدنا أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله: علمني دعوة أدعو بها في سجودي. يقول: قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندي وارحمني إنك أنت الغفور. وغيره من أصحاب طالب وعلموا الدعاء. قد إيه كثير جدا سبت في السجود. وصلت؟ لو أخذنا دعاء الاثنين مع التسبيحات بقى 10 تسبيحات. الجسم السجدتين كذلك، والسجدة الأخيرة كذلك. إذا كان هذا قيام النبي، ركوعه رفعه سجوده جلوسه كله سواء. حديث ابن عائشة تقول: كان ركوع النبي ورفعه وسجوده وجلوسه كل سواء قدر 10 تسبيحات. يبقى بعد الحديث قال كل سواء، لكن عبد الله بن انس هو اللي قال قدر 10 تسبيحات. طيب قراءته كان شكلها ايه؟ احنا شرحنا الركوع والرفع والسجود والجلوس. قراءته كان شكلها ايه؟ كان النبي يعرض القران كله في الصلاه الخمسه. الفقهاء قسموا القرآن لأربعة أقسام، سموا أوائل السور سموها الطوال، وتبدأ الطوال من البقرة للحجرات، كل ده سموا الطوال، من الحجرات للنبأ سموها طوال المفصل، من النبأ للغاشية النبأ للليل ذا سموها المتوسط المفصل، من الضحى للناس سموها ايه؟ بعض الناس قال قصار مفصل، انكر عليه بعض العباس انكار شديد، قال: لا تقولوا قصار مفصل، بل قولوا محكم المفصل. فسموها ايه؟ محكم المفصل، مش حاجه قصيره، ده قمه الاحكام الايه الايه سوره سوره. يبقى عندنا اربع اقسام: الطوال، الطوال المفصل، متوسط المفصل، محكم المفصل. كانت قراءة النبي على الآتي: كان في الصبح يقرأ من الطوال، وفي الظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من متوسط المفصل، وفي المغرب من محكم المفصل، وأحيانا من الطوال. أنا بذكر بس إيه قراءة النبي المفصلة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الصبح كان بيقرأ كم آية؟ أنس نفسه اللي قال: ما صليت صدق قط أوجز ولا أتم، هو نفسه اللي قبل الحديث يقول: كنا نصلي الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ بنا ما بين 60 و100 آية. أنا بجيب نصوص ربنا في الصحيح، حديث صحيح مسلم، كان يقرأ في الغد، كان يقرأ بنا ما بين 60 و100 آية، أقل يوم فجر الجمعة عشان عندهم خطبة الجمعة، فكان بيقرأ السجدة والإنسان، السجدة 30 آية، والإنسان 31، يبقى المجموع كام؟ ده أقل يوم، يوم الجمعة لظروف صلاة الجمعة، بقية الأيام بيسحب.
المعنى فكان يقرأ من طرف صلاة الصبح. ثبت أن قرأ الأعمال كلها والأعراف كلها والأنفاق كلها في الصبح في الصبح. طيب دي قرأت في الصبح. هيستشكل هيستشكلين ما هذكره في الصبح. وهبين الحكمة. ليه الحكمة؟ ليه طول القراءة في الصبح؟ أولا لأن هذه الصلاة مشهورة. الملائكة تشهد. ورب العباد مدح قائم القائم فيها وقال تعالى: ومن الليل فتهجد وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. فنص عليه. هذه واحدة. لا في حكمة تانية بقى. تقول له أم عائشة في الحديث الصحيح تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين قبل أن يعرج إلى السماء. فلما عرج إلى السماء أقرت أي هذه الصلاة ركعتين ركعتين في السفر وزيدت في الحضر. يبقى قبل المعراج كان يصلي كل صلاة إيه؟ ركعتين ركعتين. فلما عرج به أقرت في السفر. يبقى أصبح صلاة السفر إيه؟ ركعتين ركعتين إلا ما وزيدت في الحضر أصبحت أربعة. أربعة كم صلاة؟ قالت أربعة في الظهر وأربعة في العصر وأربعة في العشاء. والمغرب ثلاثا وتر النهار. ده كلام سيدنا عائشة. طب الصبح؟ قالت: وصلى الصبح ركعتين لطولي قراءتيهما. وكأن القراءة في الصبح حلت محل ركعتين. وصل المعنى؟ يبقى الأصل في الصلاة أنها زيادة في الحضر لأربعة. طب الصبح الزيادة ما جاءتش في سورة الصلاة، جاءت في سورة القراءة. فحلت القراءة محل ركعتين، زي صلاة الجمعة. الخطبة حلت محل ركعتين. صلاة الصبح القراءة حلت محل ركعتين. فلما الإنسان يقرأ في الصبح مطلوب أن يقرأ ما يقرأه في أي صلاة أسرار ما يقرأها هيقرأ الفاتحة سورة ويضيف إليها مقدار ركعتين قراءة. طب اللي ضيع القراءة في الصبح وجاب آيتين ثلاثة يبقى صلى أربعة وصلى اثنين. وصل المعنى. فصلى الصبح ركعتين لطولي قراءتيهما. يبقى مش القراءة مش هذا بس، لا ده الأصل فيها الإطوال. ولذلك الصحابة فهموا هذا. فبعد موت النبي كلهم صلى كذلك. أبو بكر الصديق الوديع الرقيق يقول جابر صلى بنا أبو بكر الصبح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يرتل القرآن في الصبح حتى أسفرت الشمس. يعني من أذان الفجر ظل يصلي الصبح لغاية الإسفار. الإسفار قبل الشروق بثواني بدقائق. قال فلما سلم قال أحد المصلين خلفه: يا أمير المؤمنين كادت الشمس أن تشرق. الشروق طولت يعني كادت الشمس أن تشرق. فأجابه الصديق قال: إن أشرقت لم تجدنا غافلين. إن أشرقت لم تجدنا غافلين. يبقى فعل هذا طاعة ما فيهاش طاعة. وأنكر عليه أن ينكر. بل يقول أبو هريرة: كان عمر يصلي بنا الصبح يقرأ بنا البقرة في صلاة الصبح يتوكا أحدنا على عصا. مع كبر السن كان يصلي لما يقعد من دون القيام يتوكا على عصا. وصل معنا. إذا ندرك الأصل في الصبح طول القراءة. الظهر يقول جابر: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فكان يسمعنا الآيات. الصف الأول بس. حتى الفقهاء أخذوا من الشرعي إن حد الإصرار إلى أن يسمع الصف الأول. يبقى لو أسمع الصف الأول فقط يعد جزء من الإصرار. فقال هذا الحد الأعلى للإصرار والحد الأدنى أن أسمع أحد. واضح؟ قال فكنا نسمع منه الآيات. صليت خلفه فسمعت منه الزاية والطول. طول المفصل. ويقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فسمعت منه الجمعة والمغرب.
تمام؟ كل ده هو الفصل. أما العصر والعشاء فكان بيصلي بإيه؟ منتصف مفصل، وده اللي جاء في حديث معاذ. سيدنا معاذ بن جبل يا إخوانا كان يصلي العشاء الآخرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدفع يصلي بقومه فيقرأ بهم البقرة. فتكلم بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قومي يصلي بهم العشاء تمام فيقرأ سورة البقرة. فبعض الصحابة نام لم يأتي الفجر، فسأل النبي عنهم كم تبع أصحابه يوم بيوم؟ ما أخرك من صلاة الصبح؟ قال معاذ، وحكى له القصة. فجاء معاذ قال أفتان أنت معاذ، من أن منكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، عليك بالأعلى والغش، وعليك بالشمس الضعاء والليل إذا غش. كل ده متوسط المفصل، لأن عادة النبي كان في هذا الوقت يؤخر بالمتوسط المفصل. واضح المعنى؟ المغرب غلب على حاله وقت المفصل، وكان أحيانا يقرأ بالطوال، ويسن لنا أن نفعل هذا ولو مرة في الأول. أنا شرحت لكم مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف كيف كان الصحابة يقيموا الصلاة فرضا ونفلا. ولذلك هذا الجيل كان أروع جيل وأبدع جيل، وعاش الوحي ليس مجرد صلاة، بل كانت راحتهم فيها وسعادتهم فيها وقدوتهم فيها رسول الله الذي كان يقول أرحنا بها يا صلاة يا بلال، ولسان حال الكثير منا يقول أرحنا بها يا إمام. مش كده ليه؟ أرحنا منها يا إمام. النبي يقول أرحنا بها، أرحنا إيه؟ خلصنا عم الشيخ. أرحنا منها خلصنا عم الشيخ، كله كده نسأل الله العافية. واضح ما؟ أحببت أن أفكر نفسي الإخوان اللي معانا يكون مسك الكتاب، يعني حتى ندرك قدر الآيات ونسمعهم في الاختصار الشديد جدا حول هذه الآية في صدر سورة المزمل وختامها، لكن السورة حقيقة يعني حوت معاني كثيرة لا تنحليها الآن حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر حول سورة المزمل. أسأل الله أن يعلمني ويعطيكم نفعا وأخبرنا نفعا بما أنزلنا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا وأحفادنا وحفيداتنا إلى الحضر، وأصهر الأختيار المسلمين والمسلمات، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريته. دعوة الأنبياء أخواننا. رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريته. رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريته. رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريته. رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا تقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين المؤمنات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين المؤمنين الحساب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل أنفسنا من عذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا محبوبا وتفرقنا من بعده معصوما. وأختم حديثي أقول نودعكم ونحن مشتاقون، ونفرقكم ونحن متأسفون، وأسأل الله يجمعنا بكم قريبا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. استودعكم الله، الإخوان اللي هتنفتحوا استودعهم، واللي لا يحضروا استودعهم.